لم يكن في تاريخنا في تشكيل الحكومات أن أجبرنا طرفا أن يكون معارضا، وإنما المجال والباب مفتوح لكل من يريد أن يشارك على ضوء استحقاق الانتخابي الذي حصل عليه بتصويت الشعب. طيب، في هذا المقطع الذي أثر على هذه العملية أن البعض ممن تصدوا لهذا التكليف، تكليف تشكيل الحكومة، أنهم قالوا الجهة الفلانية تذهب للمعارضة ونريد فقط جهات محددة. هذا لم يكن مألوفاً في أدبياتنا، في ممارساتنا، أن طرف يقول لطرف آخر اذهب إلى المعارضة. أنا شكلت حكومتي، ما طلبت ولا قلت لأي طرف كان أن أنت اذهب معارضة، وإنما يأتي ويأخذ استحقاقه بالوزارة على ضوء التمثيل الانتخابي النيابي الذي حصل عليه. هذا العمل عطل القضية السياسية، عطل قضية تشكيل الحكومة، أنه ظاهرة التحكم وأخذ جزء من الشيعة وجزء من السنة وجزء من الأكراد وبخلفية تحالفية على حساب الطرف الآخر، الجزء الآخر الذي لم يشارك. هنا تكمن المشكلة.